النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. عقد رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير اجتماعا مع مسؤول إدارة المستشفى النهضة، وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمستقبل التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة ومستشفى النهضة. فاطمة الزهراء أبو المعالي. من أجل تقييم الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل مستشفى النهضة خلال 5 سنوات، يأتي هذا اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير مع لي كولي المسؤول بإدارة مستشفى النهضة والوفد المرافق له. وخلال هذا اللقاء تم طرح ومناقشة الكثير من المواضيع المتعلقة بمستقبل التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة والمستشفى. رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير أثناء اللقاء الذي استغرق أكثر من نصف ساعة أكد فيه جهود الحكومة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، وقال أن رغم الصعوبات التي تعيشها الدولة في الوقت الحالي إلا أن الحكومة التزمت بتعهداتها فيما يتعلق بالدعم واتخذت أيضا الإجراءات من أجل تقديم باقي الدعم. وأخيرا أتى رئيس الوزراء توجيهات من أجل تقييم السنوات 5 لمعرفة ما الذي تم القيام به وما الذي يجب القيام به مستقبلا، وذلك من أجل تحسين الوضع بالمستشفى بغية مواصلة الشراكة والحفاظ عليها من حيث النوعية وجودة الخدمات بالمستشفى، مطالبا أيضا في الوقت ذاته من وزيرة الصحة القيام بوضع فريق فني لتقييم السنوات 5 منذ الاتفاقية والتعاون القائم بين الحكومة والمستشفى.